نحكيو شويه على نابل في الصيف، كيفاش على جو نابل؟ احكي لي شويه. ديماسيون كبيره وزون سمحه تبقينا البلديه مش كما ابو جبهه، البلديات هاي تشوف يعني ثم حتى تهيئه مسخ كيفاش الناس، حتى احنا مواطنين فما بالك اذا كان يجي سايح اللي يركزوا على السياحه. هما السياح كي يجي يتعدي هنا ويشوف الاوساخ هذه هذا ما نلاحظه يعني ثم حتى اهتمام ابار الوتلاوه غاديك الزون اللي فيها الشعب مسكين هاك تشوف فيه كل يعني حاله يرثى لها، مش الا يرثى لها. رغم الوضعيه اللي حكيت عليها انت توا تبارك الله قاعدين نشوفوا في برشا عباد لهنا، فما برشا سهريه خاطر هذيك امكانيات بسيطه هنا نجوا نقعدوا هنا. نحكي لك اني النظافه غايبه، الكلاب تعوم في الشط، معقول وينهم؟ وهذه راهي وجه البلاد، يقولوا نابل هي وجه تونس كامل. فوالا يلزم على الاقل الدوله ولا الولايه ولا البلديه تهتم شويه بالشواطئ وتنظف نابل من المناطق السياحيه والوجهات السياحيه الاولى في تونس. كانت عاشت قبل اي كانت في التسعينات، نابل نحكي لك في التسعينات سيتي كما يقولوا لا بيرل دو لافريك، مش كانت جوهره نابل بالفعل كانت جوهره. من بعد 2011 ولا البناء الفوضوي ولا الوسخ ولا ثم حتى واحد، وهذه وجهه تونس للامانه اللي يقول لك نابل ناسها باهيين يستطابوا فيها العيش، اما ما عادش فيها حتى حاجه جاذبه. تمشي للزون التونسي تلقاها لما تلفت هنا هذا اوتيل نورمالمون راهو تخدم وراهو حتى يتاهل حتى للمواطنين البسطاء، يجي يعدي ليله ب 50 دينار هنا هاي هاو تشغيل شباب يجي يسكروا هذا شنو هذا. انا جيته في التسعينات كان ثم ممر من هنا تلقاه يعني تحفه اخرى معبي وفي انيماسيون وفي ناس تترزق، ها يجي يسكروا علاش؟ اللي مشوا قادر باش يخلصوا، اذا كانوا مستثمر هرب ولا قطع اعطيه لاولاد البلاد خليه يخدموه قريب البحر 50 دينار نصور فيه 100 ولا 150 شقه يخدم على الاقل 50 واحد في الصيف وللزواج للناس اللي يحبوا يجي يصيفوا بالامكانيات البسيطه. هذا ما عندنا نقطه. نابل كانت عاشت كما جل البلايص المناطق السياحيه الاخرى في تونس، عاشت ركود سياحي كبير في الفتره الاخيره في العامين الاخرى، كيفاش كان تاثير نقص الحركيه انعدام الحركيه السياحيه على نابل؟ اول شيء الجزائريين كانوا يركزوا، الجزائريين كانوا يجوا يخلقوا للامانه ويصرفوا. الجزائريين مسكرين تو، المواطن البسيط ما عادش قادر باش التاثير هذا على الاسواق برشا. شوف الاسواق ما حتى التوريست اللي يجوا يخلوهم في الوتلو ما يهبطوهمش، يعني ثم ناس تحتكر في مهونهم غاديك. ثم مناطق هنا في نابل مساكين ولوا عايشين على الحديده اللي كانت في التسعينات وفي حد 2006 2007 نابل كانت فيها كل شيء. يعني هنا قلت لك انا بلاصه يستطاب فيها العيش، اما يلزم مشاريع بديله حتى كان تخدمش السياحه على الاقل تتحرك من جوايا اخرى. السنة فما موسم سياحي كبير ما شاء الله، متفائلين بموسم سياحي كبير في تونس، هل جاوا السياح لهنا؟ موسم سياحي بالمناظر هذيا، الدولة غايبة راهم يتكلموا ورقة في التلفزة، أما ما ثمش حتى نسات عندهم رؤية. بري هزي روحك وبري شوفي تركيا، يسهروا في الليل 4 ملايين في تقسيم، الصبح تلقاها تعمل هكا. هنا لا المواطن واعي، لا السلطة قائمة بوجهها. لو تشوفي شوارع كيما هكا، باللي فيها حركية، زمة شوية أمن. الحاجة الثانية النظافة اللي هي تركز، النظافة راهي تعطيك راهي قيمة الشعوب تقاس بالجانب هذا، بجانب النظافة جانب كيفاش تعديو الصيف لهنا؟ شنو جو الكورنيش؟ نابل مدينة باهية معروفة في تونس الكل، من أحلى البلايص اللي تنجم تزورهم. في الظروف الحالية رغم معناها رغم الصعوبات وكل شيء، الناس الكل قاعدة تحاول باش تعمل حاجة باهية باش تنجح الموسم الجاي. الناس كل تسعى باش الظروف اللي تعديت قبل العشرية اللي فاتت تكون توا ما أحسن. بحسب هذه بالمعطيات اللي عندنا يعني قاعدين نقاوموا وإن شاء الله متفائلين. نابل كانت شهدت ركود سياحي كبير خلال العامين اللي تعداو، كيفاش كان تأثير الفترة هذيك على نابل على السياحة في نابل؟ تأثير واضح معروف، معناها الصعوبات اللي صارت الكوليكية على مستوى دولي، على مستوى كيما الكورونا، على مستوى الصعوبات الاقتصادية اللي تمر بها البلاد وكل شيء، على مستوى السياسات اللي مرت في العشرية اللي فاتت، التأثير ذاك الكل أدى إلى نوع من الركود.
توا ان شاء الله فرص جديده، ان شاء الله معناها مؤشرات جديده، ان شاء الله نحاولوا باش نعملوا ما احسن وكا. داو جيو السياح سنة ولا مازالوا؟ بعد البكالوريا ان شاء الله تلقاها معبيه، لان ما عادش تلقى بلاصه وين ترتاح ديما. ولنا اللي يقول لك ما فماش امل ولا حاجه، راه ما تمشي قد قد ما يدور بك حد، ما يقلقك حد، ديما طمان تفرح انت وصغيرات وكل شيء. جوست بعد البكالوريا توفى الباك، العائلات الكل ترتاح من الضغط نتاع القرايه، وتو تشوفها كيفاش تتعب. نابل فيما يخص السياحه الداخليه، نحكيو على السياح الاجانب، فما سياح جاوا ولا مازال؟ بداو تلاحظ حركيه صغيره على مستوى الاسواق، بداو يتحركوا، فما سياحه. صحيح مش كيما قبل، اما بدات، وديما البدايه مازلنا في جوان، جويليا اوت بحول الله احسن. نابل قليبيا هوارية الزون الكل من احلى البحورات على مستوى العالم. متفائل انت؟ فما برشا امل. انا متفائل وان شاء الله من حسن الى احسن. نحكيو شويه على الجو في نابل، كيفاش قاعدين تعديو في الصيف نتاعكم؟ جو الشط تبارك الله، نراو في برشا عباد لهنا، احكي لي شويه. صحيح الجو ان شاء الله ولا كيما قاعده تشوف، انا كل نتفرهدوا هنا على الكورنيش هنا، هاو نعملوا قهاوي ملمومين عائلات كيما قاعده تشوف. شط باهي. نابل من الوجهات السياحية الأولى في تونس، يجيوها برشا عباد من برشا بلايص زادة. يجيو صحيح، يجيو من برشا. وتو بالنسبة اللي كانت كوفيد وكل شيء نقصت شوية السياحة. فهمت؟ لكن السياحة الداخلية ما شاء الله يجيو. يعني العباد هذوما الكل مش كلهم نابلية. إيه مش كلهم نابلية. صحيح مش كلهم نابلية. يجيو من تونس من صفاقس يجيو كل. فيما يخص الركود السياحي، خلينا نقولوا اللي عاشته نابل في الفترة الأخيرة في العامين اللي فاتوا نتاع الكورونا، كل شيء كان مسكر، ما فماش سياحة، خاصة أنه أنتم منطقة سياحية بالأساس، معناها بالحق ضعضع شوية جماعة الاختزانة والكل كل مربوطين ببعضهم، فماش خدمة، فماش معناتها العائلات كما تعرف الكل عايشين على السياحة هنا، فهمت؟ ما فماش، تو إن شاء الله السنة تحركت شوية ولاباس، هاكا قاعدة تشوف معناتها الكل خرجنا نتفرهدوا وكل شيء، فهمت؟ والحمد لله يا ربي، الحمد لله، إن شاء الله من حسن إلى أحسن. غير السياحة الداخلية توا بداو يجيو سياح أجانب لنابل؟ والله كان شي ولادنا اللي في الخارج. وليدان تاع الخارج قاعدين يجيو، منا كتوريست وكل شيء مازالو فماش. وقتاش يبدا الموسم السياحي نتاعكم؟ احنا ما شاء الله وين الدنيا تلقاها سخونه تلقانا الامصار بحرنا ديما مليان وديما عاملين جو كيكا. ديما عندنا السياحه في بلادنا. ديما شيخين حاصيلو، ديما شيخين وليداتنا واحنا كل ديما شيخين. شنو حول الامن لهنا؟ مأمنين؟ ما تخافوش تقعدوا على الكورنيش؟ لا لاباس لاباس لاباس، يتعداو ويتفاقدونا، لا ما نكذبش لاباس، يتعدى الامن ديما موجود، ديما دوريه موجوده، واحنا لاباس الحمد لله، ما عندناش حاجه اللي تخوف، لاباس علينا، لاباس علينا الحمد لله.